كلما ذكر أدب الرحلات ذكر ابن بطوطة أشهر رحالة في التاريخ، قطع ما يقارب 75 ألف ميلاً 120 ألف كيلومتر، وزار ما يعادل اليوم 44 دولة حديثة. يعتبر كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار رواية حية لرحلته عبر العالم، ويتضمن وصفا حيويا للثقافة ونمط الحياة السائد في المناطق التي زارها. ولد ابن بطوطة في 24 نوفمبر عام 1304 في طنجة بالمغرب، ولقب بأمير الرحالين. اسمه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن اللوات الطنجي بن بطوطة بن حميد الغازي بن القريش العلي. وتوفي ابن بطوطة عام 1377. رحالة ومؤرخ وقاض وفقيه مغربي، أملأ أخبار رحلته على محمد بن جزي الكلبي بمدينة فاس في عام 756 هجري، وسماها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وترجم كتابه إلى عدد كبير من اللغات. قدم وصفا مفصلا خلال كتابه للأماكن التي زارها في رحلته، وهو ما يجعله واحدا من أهم كتاب الرحلات ومن أهم الكتب بشكل عام. لا يزال كتابه يدرس حتى الآن كمرجع تاريخي مهم في وصف الأماكن التي زارها. عام 1326 قام ابن بطوطة البالغ من العمر 21 عاما بأول رحلة له، حيث كانت رحلة طويلة إلى مدينة مكة، وأثناء إقامته هناك توجه إلى دمشق للتعلم من العلماء هناك. وقد استطاع ابن بطوطة أن يحقق كسبا من خلال السفر، حيث كان يحصل على دخل من خلال هدايا الحكام وكذلك من عمله بالكتابة. وقد ظل في مكة حتى عام 1330، ثم سافر إلى مدينتي تعز الحالية وعدن اللتان تقعان في اليمن. في عام 1331 سافر ابن بطوطة إلى مقديش في الصومال، وتوجه بعد ذلك إلى كل مومباسا عاصمة دولة كينيا اليوم، وكيلا التي كانت تحكمها سلطنة كيلوا في ذاك الوقت. سافر إلى الأناضول في عام 1332، وذلك في السنوات التي سبقت صعود الأتراك العثمانيين. عام 1334 سافر إلى مدينة القسطنطينية إسطنبول اليوم. بعد رحلته إلى القسطنطينية بدأت رحلته إلى الهند، حيث سلك طريق جبال هندوكوش، وهي سلسلة جبال في أفغانستان وشمال غرب باكستان. وفي شهر سبتمبر من عام 1334 وصل ابن بطوطة إلى دلهي في الهند. عينه محمد بن تغلق قاضيا وخبيرا في الشريعة الإسلامية، لكنه شعر بخيبة أمل، حيث كان من الصعب فرض قانون إسلامي في بلد تكون فيه أغلبية الأشخاص من غير المسلمين، وعمل هناك لمدة 6 سنوات. أثناء إقامته في الهند قابل عرض السلطان بأن يسافر إلى الصين ليكون سفيرا هناك، وخصوصا أنه سيوفر له فرصة الابتعاد عنه وزيارة بلدان جديدة في آن واحد. كانت آخر رحلاته إلى إسبانيا والسودان، ولا تزال روايات ابن بطوطة عن وقته في السودان والتي وصل إليها عام 1352 واحدة من أفضل مصادر المعلومات عن إفريقيا في ذلك الوقت. عام 1353 عاد ابن بطوطة إلى وطنه المغرب وتولى العمل قاضيا هناك، كما تابع كتابة مذكراته، ويعتقد أنه بقي بعمله قاضيا حتى نهاية حياته. وخلال عودته مر بجزيرة سرنديب والهند والصين، ثم عاد إلى بلاد العرب عن طريق سمطرة سنة 748 هجري 1347 ميلادي، فزار بلاد العجم والعراق وسوريا وفلسطين، ومنها لمكة فحج حجته الرابعة إلى بيت الله، ثم رأى أن يعود إلى وطنه، فمر بمصر وتونس والجزائر ومراكش، فوصل فاس سنة 750 هجري 1349 ميلادي. لا يوجد الكثير من الأخبار حول حياته الشخصية، لكننا نعرف من خلال كتابه بزواجه أثناء رحلته لجزر المالديف وعمله قاضيا هناك بسيدة من الأسرة الحاكمة. هناك خلاف حول تاريخ وفاته، لكن من المرجح أنها كانت بين عامي 1368 و 1369.